يا الله تبارك الله على الهريسة الحسوية هذه الأكلة اللي تقويك إن شاء الله تبارك الله الهريس إذا قال لك والله عمي أبو علي بس جاي منك تصوير ما محقق مطول أنت أنا أنك مطول رجالي طالع رجال قاعد يطبخ قاعد يطبخ نقنقة نقنقة يا عمي بعالي نقنقة نقنقة إذا تبي تنقنق فنقنق حش خريص الله خريص أبو علي شي عدل شي أبو علي قلت لك والله قلت لك ما يخليه والله ما يخليه سحور يا أبو علي ما يخليه مجنون أنت أبو علي والله مو متفق وياه ولا شيء والله خليه يجيبها بعد العشاء ما تتعشى الساعة 11 عشاء ما لا لا ساعة ويخلص عشاء ما تتعشى بعد عمري ما تتعشى بس صدق وديني اجيبها بس انك ضعفونها اليومين ما تاكل صاير تكسر خاطر جلد وعظم عليك قلب تغذيه اهتم بصحتك يا اخوي زجران ضعفان كلش صاير تكسر خاطر صدق كنت قاعد يمي ايش قاعد اشوف الحين انا قاعد اشوف ثلاثه قاعدين سلام يا عمي ابو علي هذا الكبسه دي اللي تخليك شبعان لبكره الظهر في الحبه أيوة الحبه ما شاء الله شيخ الطباخين عاد مقر شيخ الطباخين حتى السلطه ما شاء الله تبارك الله يا عمي ابو علي فن شنو الفن سلطه قطعها اقول اكل الطبخ ادعم عمك ابو علي ادعم الطبخ المحلي ادعم عمك اي ما عليه يرفع معنويات شوف الفن بتقطيع البصل شوف الدائره شلون شوف دائره البصل شلون بالمقاص